حياكم الله وبياكم وجعل الجنه مثواكم وتقبل الله اعمالكم شهر رمضان الذي انزل فيه القران إن انزلناه في ليله القدر انزلناه في ليله مباركه في سوره الدخان نزلت اول ايه من القران الكريم على الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وسلم في شهر رمضان وكان ذلك ادانا باتصال الارض بالسماء وتنزل الوحي على رسول الله فاضاءت الدنيا واشرقت الارض بنور ربها وانقشعت ظلمات الجاهليه وبدات مرحله جديده في مسار حركه التاريخ والانسان قال ابن جرير الطبري نزل القران من اللوح المحفوظ الى سماء الدنيا في ليله القدر من شهر رمضان ثم انزل الى محمد صلى الله عليه واله وسلم على ما اراد الله انزاله ومن ذلك اليوم اصبح شهر رمضان وشهر القران تحول شهر رمضان الى مدرسه لتلاوه وتجويد وتفسير القران الكريم شهر رمضان تحول ايضا الى منطلق لبناء الحضاره الراقيه واصلاح ما فسد من امور المسلمين في ليله السابع عشر من رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم في الأربعين من عمره أذن الله عز وجل للنور أن يتنزل فإذا جبرائيل عليه السلام أخذ بالنبي عليه السلام يقول له اقرأ فقال النبي ما أنا بقارئ قال النبي فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقال الرسول ما أنا بقارئ فكرر ما فعله أولا وأخذ مني الجهد وكرر ذلك ثالثه الى ان قال اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم فرجع بها رسول الله عليه الصلاه والسلام يزحف ويرجف ايضا فؤاده وكانت البدايه بدايه اتصال الارض بالسماء رمضان والقران محور حلقه اليوم من برنامج الف ويشاركنا في النقاش مفتي صيدا الشيخ الفاضل احمد نصار والعالم والباحث في الشؤون الاسلاميه السيد بلال وهبي ومن دمشق الشيخ علاء الدين الزعتري مدير عام الافتاء في وزاره الاوقاف مرحبا بكم جميعا تقبل الله اعمالكم جميعا شيخ علاء الدين الزعتري دعني ابدا منك باعتبار ان ارض الشام هي ارض النبوات وارض التنزيل المبارك وارض حركه الانبياء. ورد في الاثر انه في ليله السابع عشر من رمضان وكان الرسول في الاربعين من عمره نزل القران الكريم على نبينا عليه الصلاه والسلام وكانت البدايه. ما هي الدلاله لهذه الملازمه، لهذه المتواليه بين شهر رمضان والقران الكريم. شكرا لك استاذنا الدكتور يحيى ابو زكريا، شكرا لقناه الميادين. سلام على ضيوفك الكرام والأحب المشاهدين. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى اله الاطهار وصحبه الاخيار ومن تبع هداه وعمل بسنته الى يوم الدين. رمضان والقران متلازمتان من حيث انهما يقدمان افضل خدمه لبني الانسان من اين اتينا بهذا من قول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الهدى تكرر مرتين في هذه الايه الفرقان قال الله تعالى وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان اذ التقى الجمعان يوم بدر الموقعه الكبرى السابعه عشر من رمضان هذا التنزل الايماني هذا النزول القراني هذه التجليات الروحانيه هي التي سمت بالانسان الى اعلى مراتب الكمال لمن اراد ان يتعرف على هذه المعارج واولئك الذين لا يريدون هدايه لانفسهم، لا يريدون هدايه لغيرهم، بل يبحثون عن الفساد والافساد، لن يتاثروا بهذا النور المبين، فتراهم يشيحون بوجههم عنه، وتراهم يبتعدون في عنه، وبالتالي نقول خير ما يكون في شهر رمضان هو القران الكريم، هذا القران الذي هو قران واحد. تنزل من السماء الى الارض، تنزل من العلياء لينقذ الانسان من جهالاته، من ظلماته، من من عبثه الى ان يكون انسانا راقيا في فكره، راقيا في تاثره وتاثيره، متفاعلا مع الحياه بانيا لها عامرا للارض. كما قال الله تعالى هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها طلب منكم عمارتها واحياء الناس بها احياء الناس بالثقافه والعلم والحراك الاجتماعي النافع الصحيح بخلاف ما يفعله بعض من يتسمى باسم الاسلام ومن يرفع شعارات باسم الاسلام والاسلام منه بريء وبراء اذ انه ياخذ من الايات متقطعات يفسرها بتفسيرات أهوائية شخصانية ويطرحها على أرض الواقع لينفر الناس من الإسلام حقيقة بدل أن يحبب الناس بالإسلام شيخ علاء الدين هدى للناس هذا وبينات المرتكز من الهدى والفرقان إذن هنالك علاقة بين القرآن وبين رمضان وكلاهما يفضي إلى النور أرجو أن تبقى معنا وسأتوجه مباشرة إلى السيد بلال وبعالمنا الفاضل سيد بلال دعني ابدا هذه الحلقه من مرتكز وحدوي بين المسلمين وانا ادعو الله صباحا مساء ان يوحد بين المسلمين وان يجمع شملهم في خط طنجه جاكرتا. درج اعداء مله الاسلام والراغبين في تمزيق العالم الاسلامي درجوا على القول ان اتباع مدرسه اهل البيت لهم قران غير قراننا. دعني ابدا من تسفيه هذا المنطلق هذا القرآن الذي بين يدي والذي فيه آيات الكتاب من سورة الحمد إلى سورة المعودتين هل هو هذا القرآن الذي تؤمن به مدرسة أهل البيت ومنه أنطلق إلى السؤال الثاني ما الذي يعنيه هذا القرآن في فكر علمائنا الأجلاء سيد بلال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والسلام على جميع المشاهدين وعلى الضيوف الأفاضل الكرام أود شلام. أولا أن أقول بأن هناك رابطا أكيدا بين شهر رمضان وبين القرآن الكريم إن القرآن الكريم جاء تنزل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليبني الأمة التي طلبها إبراهيم عليه السلام بدعائه اذ قال: واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك. وارنا مناسكنا وتب علينا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. حيث كان كانت مهمه القران الكريم بناء الحضاره الانسانيه المتصله بالسماء التي تستقي فكرها وتستقي حضارتها واسلوب حياتها واهدافها كلها من السماء ولذلك كانت اول ايه نزلت على قلب محمد صلى الله عليه واله وسلم اقرا قال ما انا بقارئ قال اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ليشير الى حقيقه مهمه جدا وهي ان بناء الامه انما يقوم على اساس العلم والعلم يجب ان يكون مرتبطا بالله تبارك وتعالى ومستقى من العليم الحكيم هذا اولا ثم ياتي دور شهر رمضان الذي دوره ان يصنع الفرد صناعه ربانيه خالصه لله سبحانه وتعالى من خلال حشد كبير من العبادات التي تحتشد في هذا الشهر الكريم فشهر رمضان يصنع الفرد والقران يصنع الامه وبالتالي يكون الاثنان متلازمين فيما بينهما وهما صنوان بحيث انك لا يمكن ان تذكر القران الا وتذكر معه شهر رمضان ولا يمكن ان يخلو شهر رمضان من القران الكريم هذا القران الكريم الذي نزل على قلب محمد صلى الله عليه واله وسلم امنت مدرسه اهل البيت الاطهار اهل بيت رسول الله بدءاً بعلي وفاطمة والحسن والحسين وانتهاءاً بالآئمة التي يؤمن بإمامتهم الشيعة الاثنا عشرية آمنوا بأن هذا الكتاب العزيز نعم. الذي يبدأ بصورة الفاتحة نعم. والمطبوع في كل دور النشر في العالم الإسلامي نعم. في الدول الإسلامية هذا الكتاب ليس فيه زيادة حرف ولا نقيصة حرف أبداً وإننا نتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب وندافع عنه ونستقي منه كل علومنا ومعارفنا واحكامنا الشرعيه وعقائدنا وكل انحاء فكرنا الانساني والرباني اذا نحن نعتبر بان هذا الكتاب هو كتاب كامل نؤمن بنفس هذا الكتاب، اما ما يقال بان هناك مصحفا لفاطمه الزهراء سلام الله تعالى عليها فالمصحف هو عباره عن صحف كانت تكتب عليها فاطمه الزهراء ما ما تتعلمه على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ربما تتعلم ايه فتكتبها او تتعلم سبب نزول ايه فتكتبه او تتعلم مثلا عاما وخاصا لهذه الايه او لغيرها فتكتبه او تتعلم روايه او حادثه حدثت امامها او راتها فتكتبها فسمي مصحف فاطمه على ان هذا القران الكريم الذي بين ايدينا نعم. كان خلاصه خلاصه توحيد المصاحف الذي حصل ايام الخليفه الثالث عثمان بن عفان اذ من المعلوم ان لمجموعه من الصحابه كان لكل واحد منهم مصحفه كمصحف ابي ومصحف عبد الله بن مسعود ومصحف ابو موسى الاشعري ومصحف الامام علي بن ابي طالب عليه السلام حيث قام كل هؤلاء بجمع القرآن الكريم وكان هناك اختلاف بين جمع جمع وجمع آخر نعم. ومعلوم أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان جمعه للقرآن هو أنه بدأ حينما سطر هذه الآيات التي نزلت بدأ بالجمع من حيث بدايات الصور بحيث أنه وضع في أوائل مصحفه نعم. الصورة الأولى التي نزلت على قلب رسول الله وانتهى بالصورة الأخيرة أي بدءاً بالصور المكية نحصل. ثم وصولاً لكن. إلى الصور نحصل. المدنية بالتأكيد. نستكمل فقط كل هذا بجملة كلمة. أود بجملة نعم. واحدة لكن مضمون القرآن يعني الآيات والصور والحروف والكلمات لا زياده فيها ولا نقصان عند كل هؤلاء العلماء والائمه الذين جمعوا كتاب الله عز وجل اذا وهذا ما يقوله الشيخ احمد النصار علماء الامه الاسلاميه ومراجع الدين الذين يعود اليهم السيد بلال وهبي كلهم يجمعون على ان المصحف اليوم هو القران الذي تنزل على رسول الله كيف يمكننا ان ننطلق من هذه النقطه لنعزز وحده المسلمين ليعودوا الى قرانهم لانه رب قارئ للقران والقران يلعنه القرآن يدعو إلى المحبة والمسلمون يتباغضون فيما بينهم. القرآن يدعو إلى الوحدة ونحن نحب الفتنة والافتراق. القرآن يدعو إلى الصدق ونحن نحب الكذب. القرآن يدعو إلى الإيثار ونحن نحب الأنانية والانتصار للذات. القرآن يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ونحن ندعو إلى الفتنة والطائفية والمذهبية والعشائرية والجهوية. كيف نجعل من هذا القران شيخ احمد منطلقا لكي ننفض من خلاله غبار الانكسار والانهيارات الكبرى في خط طنجة جاكرتا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه السلام عليكم جميعا من وعليكم سوريا السلام ورحمه الله وبركاته <applause> اولا سيدي الكريم الله عز وجل قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فالله حفظ هذا الكتاب نعم. فمن ادعى أن الكتاب محرفا فإنه لا يستطيع أن يأتي بدليل على أن هذا الكتاب محرف أو أن لديه كتابا آخر المسلمون قد اجتمعوا بكافة مذاهبهم وأقروا جميعا أن هذا الكتاب الذي هو مطبوع بين أيدي الجميع هو كتاب الله وهو المرجع فاذا كان المرجع والله عز وجل قد جعل لنا شهرا كريما نرجع فيه الى القران جميعا سواء كان عالما او جاهلا اميا او متعلما الكل يرجع في رمضان الى القران ليقرا فيه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ليقرا فيه ما هي مبادئ المسلم ما هي اهداف وجود هذا المسلم فكل إنسان يجد فيه ضلته أي إنسان فلذلك تلازم القرآن مع رمضان هو اجتماع العقل مع النفس على هدف واحد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إذا الهدف هو رضا الله عز وجل فهذا اجتماع العقل والعقل عقل البشري يزداد بالعلم وينقص بعدم العلم لكن الكل حينما يقرأ بالقرآن شيئا يقرأه يجد في داخله في عقله يقول له القرآن لماذا كذا؟ ولماذا كذا؟ يحدث له تساؤل و وفي نفسه ايضا يحدث له تساؤل في نفسه لماذا خلقت؟ ولماذا وجدت؟ فهذا القرآن يجمعنا جميعا فرمضان مدرسة لنعيد حساباتنا جميعا اننا اننا ننطلق من كتاب واحد. فلذلك اذا كان الامر من ايات بينات واضحات فالكل نستسلم لها واذا كان الامر من ايات فيها متسع للاجتهاد فمن اصاب فله اجران ومن اخطا له اجر ولكن الصواب يعلمه الله عز وجل. لكن الا ان يخطئ في قسم ظهر هذه الامه فالذي يخطئ في قسم ظهر هذه الامه ليس لا مجتهدا ولا فقيها ولا واعظا، دعني اذهب الى دمشق الى الشيخ علاء الدين الزعتري. شيخ علاء الدين عن ابن عباس انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليله من رمضان فيدارسه القران فلرسول الله فلرسول الله أجود رسول الله بالخير الله. من الريح المرسله أه كيف يمكن للمسلمين الذين عاده يلوذون بالمساجد في شهر رمضان يكثرون من سماع القران الكريم او تلاوته أن يتدبروا معانيه، أن يستحضروا قيمه، أن يتعلموا منه ولا يرددوا فقط عباراته لأنه واحدة من أسباب تراجع المسلمين في خط طنجة جاكرتا هو أن هذا الكتاب الذي شاد حضارة بادئة ذي بدء لم يتعلم منه المسلمون لاحقا تجيبني الشيخ علاء الدين لكن بعيد الفاصل إذا سمحت مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود إليكم فابقوا معنا مشاهدين أهلا بكم من جديد تقبل الله أعمالكم صيامكم وقيامكم وهنيئا للذين أقبلوا على رب العالمين على هذا الشهر وتزودوا من التقوى تزودوا فان خير الزاد التقوى يقول السلف الصالح. شيخ علاء الدين كنت سالتك عن مدرسه رمضان كيف نستحضر معاني القران الكريم والرسول عليه الصلاه والسلام يقول تركت فيكم واعظين صامتا وناطقا اما الصامت فالموت وما اكثر الموت اليوم في العالم الاسلامي. العالم الإسلامي بات ينتج الموت فقط ويبدو أن ملك الموت اختص بمنطقة خط طنجة جاكرتا فقط ورغم ذلك المسلمون لا يتعظون وتركت فيكم واعظا متكلما ناطقا القرآن الكريم وحتى هذا الواعظ الناطق للأسف الشديد بات المسلمون لا يهتزون له فقل لنا قولا يا شيخ على الدين تحيي هذه الأمة التي هي على وشك الموت اقول بان القران غير المصحف القران قيمه علميه راقيه وحاله روحانيه ايمانيه ترتقي بالانسان الى العلياء والمصحف حبر يطبع على اوراق نحترمها ولكن ليس كاحترامنا للقيم الراقيه التي تحيي الانسان يوم ان اهتم المسلمون بطباعة أوراق المصحف تزيينا زخرفة تزهيبا تعطيرا بعلب فاخرة ونسوا أن يتأملوا هذا القرآن في حالتهم السلوكية العملية صار بهم ما صار ما صاروا إليه كم مصحفا كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن هناك مصحف مجموع الا في اواخر حياته عليه الصلاه والسلام، كان رسول الله هو الانموذج، هو القدوه، هو المثل، هو الذي اذا راه الناس اقتدوا به. الانسان هو الاقدس، الانسان هو الاهم، السلوك العملي التطبيقي لما نقرا هو المفيد اما عندما تخلينا عن هذا القران تدبرا وتاملا الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ما معنى التلاوه هل هي لقلقه اللسان بالقراءه هل هي فقط تجويد الالفاظ هل هي فقط تنغيم الاصوات الم يقل تبارك وتعالى والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها فهل القمر يتلو الشمس قراءه أم يتبعها وياتي بعدها عندما يدرك المؤمنون والمسلمون في كل زمان ومكان أهمية اتباع القرآن، أهمية العمل بالسلوكات المطلوبة منهم في هذا الكتاب العزيز ينتقلون من الحضيض إلى نهضة عارمة صحيحة راقية واما اذا راينا اليوم عدد المصاحف في العالم يتجاوز المليارات يتجاوز عدد المسلمين اضعافا مضاعفه ولكن السلوك العملي كل مسلم يتنافر مع اخيه وكل مجموعه تبتعد عن مثيلتها وكل دوله تتفرق عن غيرها اي دين هذا الذي يفرق الناس انه دين الهوى انه دين الماديات، انه دين المصالح الضيقه، انه دين ياخذه الناس بشعارات مزيفه ولو كانت بكلمات هي مقدسه راقيه. لما جاء اهل اليمن الى المدينه المنوره وسالوا عن خلق رسول الله، سالوا عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان الجواب كان خلقه القران يرضى لرضاه يغضب لغضبه يحب لحبه يتراحم برحمته بالمؤمنين رؤوف الرحيم اشداء على الكفار رحماء بينهم اذا تاملنا القران الكريم هذه الحاله الراقيه الايمانيه التي نزلت في رمضان وهذه المدارسه التي اشرت اليها بين امين الوحي سيدنا جبريل عليه السلام وبين المتمثل بالوحي رسول الإنسانية وهذه البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذه المذاكرة هذه المدارسة هي مراجعة للذات لنعلم ماذا كنا نعم وأين نحن على الدين هي حالتنا المستقبلية وأنت تتحدث لابد أن أستحضر جدي أبا طيب المتنبي نعيب الزمان وليس في الزمان عيب سوان أرجو أن تبقى معي سيد بلال للقرآن مدلول إعجازي ومدلول تأثيري سمعه الجنة أو الجن فقالوا سمعنا قرآنا عجبا قريش أيضا كانت تذهب إلى بيت رسول الله في بكة أو مكة ويقولون إن له لحلاوة وعليه لطلاوة أيضا الجبال عندما تنصت القرآن الكريم تتصدع من خشية الله صورة الواقع إذا تلوتها يوميا بعيد صلاة العشاء لن يدخل دارك فقر بمعنى هذا القرآن له تأثير إعجازي هل لا تضيع على هذه الجوانب استكمالا لما ذكره الشيخ على الدين الزعتري من دمشق أولا أود أن أثني على ما تفضل به سماحة الشيخ وهو نعم. يتحدث يعني بلوعة من تحترق بلاده نتيجة نعم. الفهم الخاطئ والتأويل الخاطئ للقرآن الكريم وهذا ما نعني به يعني اذا اذا قلنا بالتحريف فهو التحريف المعنوي للقرآن الكريم حيث ان كثيرا حرفوا معاني القرآن عن معانيها الاصليه المراده لله سبحانه وتعالى الى معانٍ اخرى لا تمت الى روح القرآن بصلة اذا السورية السورية تحارب بالتاويل الخاطئ سوريا نعم انا انا اعتقد بان المعركة اليوم هي معركة التاويل هي معركة التاويل كما حصلت يعني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قاتل المشركين على التنزيل القتال الان الذي يدور في سورية وجوار سوريا هو قتال على التاويل لان كثيرا من هذه الجماعات القتالة السفاكة للدماء انما تعتمد على ما ما تؤوله من ايات القران الكريم وهو تاويل خاطئ وبالتالي ليس لهؤلاء اجر على خطئهم لانه لانه تفسير بالراي وقد نهانا النبي صلى الله عليه واله وسلم نهون واله الاطهار نهونا عن ان نفسر القران بالرأي، اعود لاقول بان القرآن الكريم كان معجزا سواء من حيث بلاغته او من حيث جرسه الموسيقي او من حيث تأثيره في النفوس او من حيث المعلومات التي جاء بها والتي لم يكن المجتمع الانساني قد توصل اليها في ذلك الزمان او من حيث سبك الايات القرآنيه الكريمه والمحافظه على هذا السبك مع ان القرآن الكريم ظل ينزل على قلب النبي 23 سنة وقد قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لأن المؤلف من الناس حينما يبقى يظل يؤلف مؤلفا له على مدى 23 سنة يتطور هذا الإنسان في مداركه وفي معارفه وتنفتح أمامه آفاق ويتبين له أن هناك أمورا ربما كانت خاطئه من حيث الفكر عنده فيطور ولذلك نرى البعض يعني يطبع طبعات متعدده ويسمي بالطبعه الثانيه والثالثه ويقول طبحه طبعه مزيده ومنقحه، القرآن الكريم حافظ على نفس الاسلوب، حافظ على نفس السياقات، حافظ القرآن الكريم ايضا على نفس المنهج. الفكري والتشريعي في بنائه لهذه الامه وللحضاره الانسانيه وهذا ايضا يعتبر من من اهم اعجاز القران فضلا عن الاعجاز العلمي الذي طفحت به ايات القران الكريم والاعجاز التشريعي الذي جاء بشريعه بشريعه تحاكي حاجات الانسان الحقيقيه وتواكب هذه الحاجات في تطورها الدائم لذلك نجد ان محمدا صلى الله عليه واله وسلم الذي كما تفضل سماحه الشيخ كان مهمته ان يجسد مفاهيم القران مهمته ان يجسد قيم القران لان الفكره اي فكره لا قيمه لها الا اذا جسدت على أرض الواقع إذا لم تجسد على أرض الواقع تبقى فكرة من الأفكار ربما يصدقها الواقع وربما يكذبها كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يجسد قيم القرآن كله ومن هنا قيل كما تفضل سماحة الشيخ كان خلقه القرآن كان وهكذا. خلقه القرآن وانقل نعم. هذه الفكرة إلى سماحة الشيخ أحمد نصار مفتي مدينة صيدا الجنوبية يقول العرفاء بالله الذين إذا جن الليل يسكنون إلى باريهم والذين لولا الآجال التي كتبت عليهم لما بقيت أرواحهم في أجسادهم عندما يتحدثون عن القرآن يقولون أن القرآن الكريم يبكي يستغيث يتوجع إن الرسول الأعظم قبل أربعة عشر قرن وفى القرآن الكريم ورد رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا مهجور بالكامل كان ذلك قبل أربعة عشر قرن الآن ماذا نقول في سنة 2013 شيخ أحمد أي هجران من المسلمين لقرآنهم أي إن أمة تملك قوة نووية إن أمة تملك قوة روحية بقوة القرآن الكريم هذا الرسول الأعظم الذي قال عنه برنارد شو لو كان محمد موجودا لأصلح العالم ريت ما ينتهي من شرب فنجان قهوة المسلمون فرطوا في مصدر قوتهم لماذا يا شيخ احمد لماذا هذا القران يبكي صباحا مساء القران وصفه الله عز وجل انه حبل الله المتين ثم حينما كما ذكر مشايخنا ان السيده عائشه سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل اسوه للناس عن خلقه فقالت كان خلقه القران فكان عليه الصلاه والسلام يتمثل القران في كل جوانبه ويقول تركت فيكم ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وسنتي فسنته هي مفسره للقران هذا القران الان اليوم هو مهجور ليس فقط بقراءته هناك كثير من الناس تقرا القران لكنه مهجور بمعاني فكره بمعاني مبادئه بمعاني اخلاقه كثير منا يقرا القران ويتعلم أجزاء منه ويقيس كافة الأمور على هذا العلم القليل الذي حصله وهنا تجد الخلاف الذي يصل بنا إلى الصدام يتمسك أي كان بجزئية دون أن يعني يطلع على جزئية أخرى قد تزيل عنه هذه الأوهام التي هو فيها أو هذا التمسك الشديد الذي يجعله يعني ينظر الى الاخر على انه ان قتله او ان صعقه او ان اذاه يعني كانه تقرب الى الله. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم اخلاقا. هذا الخلق يكتسبه الانسان من القران، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب هنا يتلو عليهم آيات شيخ أحمد دعنا نعود إلى مصديق حقيقية في الراهن الإسلامي في الواقع الإسلامي أنا عندما أختلف مع الشيخ أحمد لا أقصد يحيى بزكريا أقصد إذا اختلف شخص معك مباشرة يقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم فكأنه هو المتلقي التفسير ويحكم عليك بالموت يعني هو يضع آيات لأعدائه وخصومه في السياسة فإذا أشكلوا عليه يستحضر آية قرآنية وينفذها عليك وإذا انتقدت أكثر يخرج السكين ويبسمل ويقول الله أكبر ثم يقتلك وإذا حاججته يقول هكذا قال الله تعالى أنا أعرف يا شيخ أحمد يوجد رسول واحد اسمه محمد بن عبد الله ابن آمنة بنت وهب في هذه الأمة لكن يبدو صار عندنا مليار وخمسمائة مليون نبي في العالم الإسلامي تجيبني لكن بعد الفاصل إذا سمحت مشاهدينا مباشرة إلى أروع الكلم، لعل هذا القرآن يداوي أمراضنا ويبرئ ما بنا من كوارث داخلية وخارجية، اللهم أغثنا بحق رمضان، اللهم قوِّم اعوجاج المسلمين بحق هذا الشهر الفضيل يا رب العالمين، يا الله قد لا تسمع إلينا نحن مذنبون عصاة لكن فينا مليون صغير وصغير يدعو لهذه الأمة بان يستقيم امرها على نهج القران ونهج رسول الله الى اروع الكلم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخره اكبر درجات واكبر تفضيلا لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا صدق الله العظيم مشاهدين أهلا بكم من جديد تقبل الله أعمالكم في هذا الشهر الفضيل وهنيئا هنيئا لمن كتب عند الله من المقبولين لا نملك إلا أن ندعو الله اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين تقبل منا هذا القليل يا رب العالمين شيخ أحمد نصار هل انتصرت لسؤال الآن كنت قد سألتك عن واقعنا عن راهننا عن التفسير الخاطئ لهذا القرآن الذي كما قال السيد بلال دائما للأسف الشديد يؤول تأويلا خاطئا ونقتل بهذا القرآن ونسفك بهذا القرآن ونغتصب بهذا القرآن ونسرق بهذا القرآن وندبر المستشفيات والجامعات ونقتل الشرطة والجنود باسم القرآن ألي هذا أنزل هذا القرآن على محمد؟ طبعا لا بس كنت عم نقول نحن الآية هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب, الكتاب والحكمه هذه هذا الكتاب والحكمه جاء اخرا قبله التزكيه القران حينما يتلى لابد ان تجتمع معه تزكيه النفس ثم مطالعه ومدارسه هذا الكتاب مع هذه التزكيه حتى نصل الى العلم والحكمه <applause> لذلك من علامات يوم القيامه النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الناس تاتي اصاغر الناس يؤتى الاصاغر ويترك الاكابر الاصاغر هم الذين لم يؤتوا الحكمه والحكمه هي ان تضع الشيء في مواضعه فلذلك يضعون الامور في غير مواضعها كما ذكرت يعني اذا اختلف معك في وجهه نظر او في راي قاتلوهم يعذبهم الله ليس هذا موضعها نعم فلذلك المشكله اليوم أن يعني الواقع الذي نعيشه مع التوجيه السياسي القبيح والسيء مع الإعلام الذي يناصر هذا المنهج السياسي يأخذنا إلى أصاغر الناس فنسمع منهم ولا نسمع من الأكابر فلذلك صوتهم أعلى من صوت الأكابر فمن هنا الناس تتبع من كان صوته أعلى لأن المقياس عندها من على صوته فاليوم حتى تكون انت من اهل الحق لابد ان تقول ما يشفي غليلي نعم فاذا خالفتني في وجهه النظر فانت على الباطل دون ان نرجع الى المقياس الاساس وهو كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي اشكاليه اليوم، عدم العوده الى القران والسنه وذكرتني بما, بما قيل الناس ثلاثه عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاه وهمج رعاع. والعامل الثالث هم الأغلبية يتبعون كل ناعق ذلك أنهم لم يستضيئوا بنور العلم شيخ علاء الدين لم يستضيئوا بنور العلم ورد في الأثر أن قراءة القرآن في شهر رمضان تجلب الحسنات الكثيرة وكل حرف يقرأ يكتب في ميزان حسنات القارئ الآلاف من الحسنات والحسنات يذهبن السيئات لكن كيف نقرا القران شيخ علاء الدين؟ باي روحيه باي قلب باي توجه لله تعالى؟ لا باس اذا لم نتمكن من البكاء وكانت قلوبنا قاسيه وعلى قلوبنا غلف للاسف الشديد فلنتباكى اذا استطعنا. كيف نقرا القران شيخ علاء الدين؟ قبل ان اجيب عن كيف نقرا اقول طلع القران الى الله مستغيثا وقال العباد قد ظلموني وحقك لا اعرف منهم احدا ولا يعرفوني هؤلاء الناس الذين يعيشون والذي ذكرتهم في الصنف الثالث الذين يتبعون عواطفهم ويمشون وراء شعارات يذكروني بذاك الموقف يوم رفعت المصاحف على الرماح اتباع اولئك هم الان يحملون الشعارات ويذبحون الناس يوم قال محمد بن الحنفيه لابيه الامام علي سلام الله عليه والرضوان انهم يحملون المصاحف قال يا بني من اعلم بالقران هذا كتاب الله الصامت الذي يرفعونه اوراقا وانا كتاب الله الناطق سلوكا عمليا تطبيقيا الرحمه المهداه في روايه اتابع مع فضيله الشيخ احمد نصار تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وعترتي ال بيتي بالاضافه الى روايه وسنتي هذا النموذج هو القدوه الذي يجب ان نتبعه كيف كان يقرا القران؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول قرات سوره البقره في عشر سنين قالوا كيف وانت حبر الامه قال ما كنت انتقل الى ايه حتى اعمل بمقتضى ما سبقها اما اليوم فنحن نقرا قراءه الحرف واللسان ونحصل على كثير من الخيرات والحسنات، هذا لا باس به للمبتدئين ان صح هذا التعبير، ولكن الذين يسيرون بالتزكيه التي اشار اليها الساده الذين ضيوف هذه الحلقه، عندما نتحدث عن الحكماء، عندما نتحدث عن العقلاء، عندما نتحدث عن الذين يتدبرون القران، نقول يوم القيامه يقال لقارئ القران اقرا. ورقه فبدل ان يفهم اقرا ورقه فهمها اقرا ورقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يترتل ويقرا ويردد بحروف الورق المكتوب ونحن باكثر حاجه الى ان نقرا المعنى والمضمون كفانا مظاهر وعناوين فلنتحقق بالجواهر والمضامين هذا الكتاب الحقيقي وحبل الله المتين ان تمسكنا به واعتصمنا لن نكون كحالنا اليوم متفرقين الامه اليوم بحاجه الى نهضه وبعث جديد لتقرا كتاب ربها كما انزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه واله وسلم يوم كان يلقى اليه في الروع يوم كان يعلم به اله واصحابه يوم كان يرسله الى الافاق نور هدايه وليس سفك دماء نعم اليوم تعيش منطقتنا وعندما ذكر السيد بلال ما تعيشه سوريا الان تعيش حاله من هذا الضياع الذي فقدناه بسبب بعدنا عن حقيقه القران بسبب فهم مغلوط بل تفسير وتاويل مغلوط هو قرآن واحد ما بال التفسيرات المتعددة ما بال التأويلات المتع... المختلفة ما بال الأهواء التى تقرأ كل آيه على حدة بما يوافق من يحمل بيده سيفا ويريد أن يحرر بزعمه الأرض والعبادة والبلاد نعم شيخ علاء أرجو أرجو أن تبقى معي إن أمة لا يحرك فيها القرآن ساكنا العيب ليس في القرآن بالتأكيد بل في هذه الأمة التي تملك القابلية للانكسار والانهيار والقابلية للهزيمة وكل الأمراض سيد بلال قبيل الهواء حدثتني عن سيد الساجدين وزين العابدين وكيف كان يتعامل مع شهر رمضان نريد مصادقة من هذا الاستقبال لشهر رمضان من قبل عرفاء أحب الله وذابوا فيه عشقا وسلموه كل ما يملكون فاستوت عندهم الدنيا بالاخره ولولا كما قلت انفا الاجال التي كتبت عليهم لما ظلت الارواح في اقفاص ابدانهم. في بدايه الحلقه قلنا بان هناك ترابطا وثيقا جدا بين القران وبين شهر رمضان وكلاهما يمثلان فرصه للعبد ليجدد علاقته بالله سبحانه وتعالى من خلال الاستمداد استنطاق القران الكريم حيث يكون الانسان مستمعا الى الله سبحانه وتعالى موحا اليه بنحو من الانحاء ومن حيث صعود الاعمال التي يباشرها العبد بنفسه ومن ابرزها الصوم من الى الله سبحانه وتعالى اذن هناك ترابطا بين الاثنين لذلك كيف كان الائمه الصالحون يستفيدون من هذه المناسبات او من جلوسهم مع القران الكريم اما الجلوس مع القران فقد ورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من احب ان يستمع الى الله تعالى فليقرا القران فان القران انئذ يعني انه يتنزل على قلب هذا الانسان ولا يمكن ان يستفيد الانسان من القران الكريم الا بمقدار قربه من الله سبحانه وتعالى. كلما تنظفت هذه النفس من قاذوراتها، كلما صلحت هذه النفس، كان الانسان اقدر على استكشاف واستكناه معاني القران الكريم، وكلما استكنه معاني القران الكريم كان قادرا على أن يعالج أمراضه من خلال هذا القرآن الذي وصفه وصف نفسه بأنه شفاء، لذلك كان الأئمة عليهم السلام يتعاملون مع القرآن من موقع أنهم يريدون أن يتلمذوا على يديه، لا يريدون أن يطوعوا القرآن لآرائهم ليستفيدوا منها في الحرب والسلم والتجارة وغير ذلك، إنما يتلمذوا عليه يقوم لهم القرآن سلوكهم هم يطرحون مشاكلهم على القران الكريم ويقولون للقران يا كتاب ربنا عالج امراضنا عالج مشاكلنا هذا من ناحيه القران ولذلك الامام امير المؤمنين سلام الله تعالى عليه في خطبته في المسمات بخطبة المتقين نعم. والتي أنصح جميع المسلمين خطبة المتقين نعم خطبة المتقين سيدنا يقول يتحدث فيها عن المتقين وعلاقتهم بالقرآن أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا يحزنون به انفسهم ويستثيرون به دواء دائهم، فاذا مروا بايه فيها تشويق ركنوا اليها طمعا وظنوا ان وظنوا ان الجنه نصب اعينهم واذا مروا بايه فيها تخويف ركنوا اليها خوفا وظنوا ان زفير جهنم والخطبه طويله في وصول جدا أجانب. وهي من افصح الخطب صحيح. ومن اراد ان يراجع فليقرا نهج البلاغه خطبه المتقين السيد أحسن بلال وهب العالم الجليل بالعفو واستاذ بالعفو الشريعه الاسلاميه في الحوزه العلميه شكرا جزيلا لك الشيخ احمد نصار مفتي صيدا شكرا جزيلا لك الشيخ علاء الدين الزعتري من دمشق شكرا جزيلا لك مشاهدين قيل دخول الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين هذا القران يتوجع ويشكو وكما قال الشيخ علاء الدين من دمشق الذي يتلوه يوم القيامه يقال له ارقى فرقوا بالقران تبنون حضاره احتكموا الى القران ولا تحكموا اهواءكم بالقران عندما كنا ننطلق من القران الكريم صنعنا حضاره ونهضه وعندما اسقطنا اهواءنا على القران الكريم واقتبسنا من القران ما يدعم طائفيتنا وتمذهبنا سقطت القوة الاسلامية من طنجه الى جاكرتا وبتنا مستباحين حتى لاضعف الدول في العالم مشاهدينا هذا يحيى ابو زكريا يستودعكم الله ويستودعكم القران الكريم الذي لا تضيع ودائعه